هم يتابعوا فيها تقريبا ساعة ونص الصباح تذكرها، وواحدة فيها يعني ما جاي كان ورايا، ما تم حتى مشكل، وقفنا حتى ما تم حتى مشكل، هم تبعوا فيها، عارفهم تبعوا فيها، وهم يقولوا لي احنا في حماية، وانت لو ما تدخلش في خاطرك احنا اوامر نطبقوا فيها، من عائلة معروفة وانت انسان معروف، الله يرحم الوالد وكذا. وصلت واحدة دارهم وعارفين ماشي دارهم، قلت لهم ماشي دارهم، وصلت واحدة دارهم انا خفت وسكرت، قلت انا ما حكيت في روحي، كان انا ما بين حتى صعيد من فضله قهوة كذا مستنسين، وكان بابا بدري كذا كيف كيف، ونسيت تبع فينا، ولكن نفطر فيهم ونعشوا فيهم، تم حتى مشكلة الناس موظفين تخدم لهم، قالوا صحيح احنا موظفين انت عمال تخدم فيهم، هيك كان في خبرة، كان في حتى كيفاش عملوا العملية وصار في العملية وكذا، كلهم في بين شبيه خبرة، كان بعد وفاة العملية وقالوا لك هما اللي موظفين اي خير يعني موظفين شرطة، شرطة مش اي شرطة، مش يعني، فهمت انت اي شرطة، حتى شكل اختلاف ما هيش الشرطة، شرطة 100% كان كلام كان في العباد، ما تخليش حتى السيكوند الشرطة ما فيش، وخد الشرطة عشان عندي ما عندي لا بوتوات لا معارك لا ما في غير والأضرار اللي انجرت لك شنو يا سي عبد الرحمن؟ أنا كثير ما تشوف توا هكذا خفت شوية تشوفك عيني وراسي تو يعني فيه تو ما نعرفش فيه راسي، وأنا عندي وأنا غرز كنت برشا 6 ولا 7 غرز أنا هذا كله وقت ما نعرفش بالضبط، لا لا كان وجهي، كان وجهي ما حتى شيخ، كان وجهي وراسي تو وجع فيه ما نعرفش. وكيفاش تفسر انت الاعتداء هذا؟ والله هذا كوي هذا كوي بيت القصيد، كيفاش خاصه ما عنديش لي، ما عدا كونه يبدو من المده الاخيره ما همش راضيين بيه، علاش؟ ما نعرفش علاش هيك، لو كان بدات برشا على الناس، بدات مات المراه وجو برشا ناس، عملنا ندوه كانت ندوه هامه كثيره، ندوه تعرف الندوه تو اللي تصير كلها هي في انتقال الانظمه العربيه، في انتقال كذا، لانه الندوه العرب في مفترق الطرق كلام صار، كان عندنا مخيم فهمت الشباب العربي ما خلوش حتى يطلبوا منا تصير ما مرتبة ما بيكم يصير شيء ما بيصيرش، منعوه يعني منعوه بدون ان يمنعوه، يعني طلبوا بالاستحباب صح التعبير، وبطبيعة الحال اذا كان ما ممنوعش بالاستحباب كان ممنوع بطريقة اخرى، ممنوع بطريقة يعني صارت لعدة حوادث يمكن اللي خلتهم تشنجوا، خلتهم ممكن كانوا يحسبونا ايش، ممكن كانوا يعتبرونا ايش، ممكن يعتبرونا رقم برا يوم في الشغل مطلوب، حتى ما في صارت البيانات الأخرى فيما يخص هذا كله خلاهم، ولكن هذا كله ما يبررش اللي صار، اللي صار كله ما عندوش حتى تبرير، ما همش يعني عيطونا فهمت يستدعونا للشرطه ويستدعونا الى مكان ما وما مشيناش ولا هربنا عليهم ولا هذا، انا كله ما صارش، انسان مواطن عادي عايش عادي فهمت، خذ يوم خدمته بعد ما وقع مد سنح، بعد خذ يوم خدمتي فاهم، وبحث كبير بالخدمه ما فهم شيء يلفظ الدار، تصرف انا مثال قلب يمكن ان يقال وأحسن من المسؤول اللي قبله. وبالنسبة لعائلتك كما قلق؟ لا، هم أولادي منعوهم من الخروج كذلك. أبوهم؟ أيوة، لكن تصور باش تحصل الأمور، مش منعوهم من السفر؟ من السفر. وهما مسافرين؟ مسافرين ما طالب واحد من الشيخ ما يروحش. آه. وعنده حتى علاقة مستقرين بالخارج. أيوة. وما عندهم حتى علاقة بالنشاط السياسي ولا المهني، ولادي ما يعرفوش قاعد نعمل في السياسة، ما يعرفوش حتى الحزب بتاعي لا وين لا اش فيه، لأن فهمت ما أخذ قرار كان بعدهم على السياسة أصلا أساسا، وبعدها كنت سايبه واحد وما عليه دور فيهم سايبه واحد آخر،
سافر يعني. لا غدوة سافر. هذا تقريبا.